السلام عليكم. ماذا حققت القمة العربية في سرت بعد ترحيل القضايا الخلافية إلى اللجان وقمة استثنائية في الخريف المقبل؟ لماذا فشل القادة العرب في مناقشة أي استعداد للمواجهة أو سحب مبادرة السلام العربية ردا على التصعيد الإسرائيلي؟ ماذا يعني تجديد سوريا تحفظها على تفويض السلطة الفلسطينية بالمفاوضات وليتحمل الطرف المفاوض مسؤولية النجاح أو الفشل؟ هل دعوة القمة الرئيس الأمريكي إلى التمسك بموقفه الرافض للاستيطان يمثل الحد الأقصى للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟ ماذا بشأن إدارة الخلافات العربية والمقترح الخاص بإقامة رابطة للجوار العربي؟ قمة سرت العربية بين المراوحة ولا موقف موضوع هذه الحلقة من مع الحلب، حيث نستضيف في الاستوديو الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي. نرحب بك استاذ جبران. من القاهرة ينضم إلينا مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية نبيل عمر، أيضا نرحب به. ومن دمشق سينضم إلينا رئيس اتحاد الصحفيين السوريين الياس مراد. قبل البدء بالحوار أتوقف سريعا عند قمة سرت والبيان الختامي. يؤكد القادة العرب التمسك بالتضامن العربي وإنهاء أي خلافات، إعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بسقف زمني محدد للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، طبعا مع تحفظ سوريا. دعوة الرئيس أوباما إلى التمسك بموقفه الداعي إلى وقف الاستيطان والتأكيد على أهمية دور لجنة مبادرة السلام العربية. تقرر عقد قمة استثنائية في تشرين الأول أكتوبر المقبل لمناقشة المقترح اليمني الخاص بإقامة اتحاد الدول العربية. الاتفاق على إعداد وثيقة منظومة العمل العربي المشترك لمناقشتها في القمة الاستثنائية. تقرر مناقشة مشروع إنشاء رابطة الجوار العربي المقترح من الأمين العام للجامعة العربية. الإعلان عن خطة عمل تتضمن إجراءات سياسية وقانونية للتصدي لمحاولات تهويد القدس، دعم الجهود العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الجامعة العربية لحماية القدس. أستاذ جبران، قبل أن نبدأ يعني في أبرز ما تم إقراره أو يعني التي خرجت به القمة، اسمح لي أبدأ بموضوع القدس، لأنها انعقدت أصلا تحت عنوان صمود القدس وهي قمة القدس كما قيل قبل انعقادها. ماذا حققت برأيك يعني غير الدعوة التي سمعناها لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الجامعة العربية وخطة عمل قيل أنها تتضمن إجراءات ضد تهويد القدس؟ لا يعني للأسف الشديد لم يكن هذا المؤتمر لا على مستوى صمود القدس، وبالتالي لم يكن على صمود التحديات اللي عم بتواجهها المنطقة. نعم. بالعكس، مرة ثاني كمان أكد هذا اللقاء أو هذه القمة أنه فعلا العرب في حالة عجز كبيرة. إذا لاحظت أنه مجمل المسائل اللي المركزية والأساسية تم ترحيلها، يعني خوفا من إفراز حالة تناقض أكبر، تلافيا لمجموعة مسائل تشكل خلاف كبير في داخل الأوساط القيادات العربية. يعني بتحس انه المسائل ما اخذت الطابع المسؤول والجدي. طيب، فالتفوا بعملية الترحيل الى ايلول، يعني طيب. أيلول ما المتوقع كمان. يعني تحدثنا عن قمة استثنائية، هناك دعوة لقمة استثنائية في الخريف المقبل يعني في تشرين اول كما قيل. هل برأيك ستعوض ما فشل القادة العرب من تحقيقه في هذه القمة؟ يعني ولو استبقنا لا ما سيتم بحثه. لا، ما هذه ما بدها كتير اجتهاد ولا كتير بدها يعني خيال سياسي حتى نقول انه هذه الجامعة العربية فقدت جدواها، يعني ما عاد لها جدوى، ما عاد لها معنى. واذا لاحظت انه مبارح صار في نوع من طرح لإعادة هيكلة هذه الجامعة. صحيح. وهيكلة العمل العربي بشكل عام. هذه ليست مرة الاولى تطرح هذه المسألة بكل قمة، في كل قمة تطرح انه مقصود رجع تطرح مجددا هذا الامر، وطرح بإطار اقتراح يمني حول موضوع ما يسمى اتحاد عربي او إعادة العمل بمنظومة عمل عربي جديدة. بس أنا عم بقول لك إذا راجعت 22 قمة اللي حصلت بتحس هي تكرار ممل ومضجر، ما في شيء يعني جدي حصل على هذا المستوى. للأسف حصل مرة قمة اقتصادية بتاريخ 22 من القمم كان لها معنى لو استمر العمل فيها. أنا برأيي طيب بشكل عام
العرب بكل هاللقاءات اللي عم بيرسموها على مستوى القيادات تدور على محور غير طبيعي. على كل حال سنطرح ما يرتبط أصلا بالمواطن العربي إذا كانت هذه القمة هي من أجل المواطن العربي كما بدأ التعريف بها باستهلال القمة. اسمح لي أتحول إلى القاهرة بعد الترحيب بضيفنا من دمشق الياس مراد رئيس اتحاد الصحفيين السوريين. أستاذ نبيل عمر نرحب بك، سلام عليكم أولا، واسمح لي أدخل يعني فيما يرتبط بما تم إقراره. هناك من كتب، وطبعا أتحدث معك كمدير تحرير الآن، وسأل هل تم تعطيل القرار العربي في سرت ليبقى القرار بيد الأمريكي والإسرائيلي، وإلى متى يستمر هذا التعطيل أستاذ نبيل؟ تفضل. لا بس أنا أحب أوضح حاجة، أنا لا أتحدث بصفتي مدير تحرير أهرام فقط، لكن بصفتي الشخصية لأن أنا لا أعبر عن سياسة تحرير الجريدة وأنا أتحدث معك الآن، فأتحدث كمحلل سياسي للمسألة. هو طبعا لا نستطيع أن ننكر أن الولايات المتحدة الأمريكية طرفا في القرار العربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم تخرج من هذا من هذا من هذه المعادلة منذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة والآن. والآن ليست هي الطرف الوحيد اللاعب في القرار العربي، في أطراف أخرى محيطة في الإقليم بتلعب أيضا في هذا القرار، وبالتالي القرارات معلقة، يعني إسرائيل طرف، تركيا طرف، إيران طرف بشكل أو بآخر، كل هذه أطراف بتلعب في القرار العربي أو لها دور في القرار العربي أو تأثير في القرار العربي، ويعمل حسابها حسابا كبيرا داخل القرار العربي، وبالتالي بيظل القرار العربي معلق بأطراف خارج حدود الإقليم إلى حد كبير طيب. جدا، وإن كانت الولايات المتحدة هي اللاعب الأكبر. أنا سأبقى معك مع اللاعب الأكبر الذي ذكرته الآن. طبعا نحن في مقدمة الحلقة تحدثنا عن التركيز على دور الرئيس الأمريكي أو مبايعة الرئيس الأمريكي من جديد بأن يبقى على موقفه المبدئي من رفض الاستيطان، ربما على هذا الأمر عول القادة العرب. هل هذا يعتبر الحد الأقصى التي يمكن للقمة أن تقدمه للشعب الفلسطيني عندما نطالب الرئيس الأمريكي أن يبقى ملتزما بموقفه المبدئي من موضوع الاستيطان؟ تفضل. لا ليس هذا هو الحد الأقصى، ده يعتبر ده الحد الأدنى. الحد الأقصى أن هذا يلتزم بإجراءات ما، مش مجرد كلام، لأن احنا دلوقتي بندور احنا من ساعة أوسلو ثم مدريد، يعني من بداية عملية السلام حتى هذه اللحظة مر الآن 20 عاما لم نتقدم خطوات حقيقية وفعلة ناحية سلام عادل شامل في هذه المنطقة من عالم. لكن في عمليات سلام جزئية لا تعني أن إحلال سلام هي أقرب لفكرة الهدنة أو التثبيت الواقع المر في المنطقة حتى هذه اللحظة، لكن ما يقدمه الأمريكان إلى الآن بما فيهم الرئيس أوباما هو مجرد وعود وكلمات، لكن لم يتطرق إطلاقا. طب إذا لم تلتزم إسرائيل ماذا سوف تفعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا لم تلتزم إسرائيل ماذا يفعل العرب تجاه هذا الموقف؟ أتصور ربما السؤال ماذا سيفعل العرب؟ نعم، ربما السؤال ماذا سيفعل العرب؟ ماذا سيفعل أو يفترض أن يفعل قادة العرب؟ طيب، سأعود إليك، لكن اسمح لي الآن أتحول إلى دمشق بعد الترحيب بالأستاذ الياس مراد رئيس اتحاد الصحفيين السوريين. أستاذ الياس مساء الخير أولاً. والنور. في هذا النطاق الذي نعالج الآن، طبعاً بعد التطرق إلى مسألة إعادة التأكيد على دور الرئيس الأمريكي، لماذا فشل القادة العرب برأيك في مناقشة أي استعداد للمواجهة العسكرية أو أي نوع من المواجهة مع الإسرائيليين أو بوجه الإسرائيليين، أو سحب مبادرة السلام العربية ردا على التصعيد المتواصل من الجانب الإسرائيلي؟ تفضل. مساء الخير أستاذ جبران، مساء الخير للضيف من القاهرة. أهلا وسهلا. أعتقد أنكم عندما تقولون أو عندما تقول أنهم فشلوا في بحث المواجهة العسكرية تتجاوز ما هو مطروح على القمة. لم يكن مطروحا على القمة مسألة المواجهة العسكرية لا من قريب ولا من بعيد. المطلوب من القمة أن تعزز صمود الشعب الفلسطيني، صمود المقاومة، دعم دول الممانعة والحد